مشاهدي قناه الشروق الفضائي في كل مكان، رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا على خير، ان شاء الله ربنا يتقبل الصيام والقيام وصالح الاعمال ويثبت الاجر باذن الله. اهلا ومرحبا بكم مع كل الود والتقدير. حكايه انسانيه جديده وقصه واقعيه من صميم الحياه اليوميه لابناء الشعب السوداني، اهلا ومرحبا بكم في هذه القصه وهذه الحكايه. بطلت القصه اليوم خالته زينب. قالت زينب أرملة ولديها اثنين من الأبناء ولد وبيت قالت زينب حالتها الصحية ما جيدة هي مريضة بيتها مريضة عندها ولد مريض بالفشل الكلوي وبيغسل بصورة مستمرة وفقدت واحد من أبنائها في بداية العام توفي ايضا كان مريض بالفشل الكلوي ربنا يرحمه ان شاء الله وكثير من التفاصيل والقصص والحكايات الانسانيه ليوم الليله نحكيها مع خالته زينب مرحبا بك خالته زينب حبابك بابك عشرة يا ولد الله يبارك فيك الله يسلمك والله يا ولدي الاولاد عندهم الفشل الكلوي الاثنين كانوا بغسلوا الكلى في الوالدين يعني بيتعبوا تعب شديد ده ليه هو 21 سنه من بغسل هاني وليه واحد وعشرين سنه بغسل والله كل مره السيستم خسران والمضربين وال... وما عندهم مويه نحن بنفتش بالقروش بنغسل والله وتعبانين تعب شديد وأنا ذاتي يعني كنت عندي حصوة في المرارة استأصلوا ليه ولقوا عنده عندنا ورم بعد اتعالج فيها كمال حمد وكل ستة شهور بمشي يعني كل أسبوع كنا بنمشي لكن قللوا لي الحمد لله كويسة وبتري يعني من, ما من سنة سابعة ما شتامنا كانت بتخش في العشرة الأوائل جات الساعة الحداشراوية كيف أنا أجيب الحداشراوية بكت ودخلت الروضة وبقت ما بتتكلم مع ناس وبقت حالتها صعبة يعني بنتعالج في كمال حمد انتوا الاثنين انتوا إن بتي؟ احنا الاثنين بنتعالج في كمال حمد والله يا ولدي حالتنا صعبة والولد ال... كان جمعوا له قروش في ناس شيخ شريف جزاهم الله خير عشان سافر 2010 وعشرة سافر القاهرة مش قالوا ليه يعني ما لحد ما نلقى المتبرع تسافر يعني عشان ما تدفع حق الشقة وحق الأكل والشراب جراجة كان مدي واحد قروشه يعني واحد قال لي داك ناصر الجمعية دايرين القروش قالوا ليك رسل لما رسلوا له شان مش على الرزبة يا هو دخلوا هو دخلوا السجن وكما كان في السجن وجاهو فشل كله ويتوفى يعني ما أداه خمسين مليون الخمسين مليون ده فتحنا به دكان والدكان ده يعني بقينا نشيل منه يمشي يمشي بيه الغسيل بالمواصلات يمشي مرات لما يتعب يجي بالركشة والله كل أسبوع يا ولدي في الأسبوع مرتين بغسل الكلى في كل أسبوع بندفع أربعة مليون للمشي يمشي يفطر هناك ويجي مع واحد هما الاثنين يأجروا ويجوا بألفين ألفين يعني حالتنا صعبة والله يا ولدي طيب خالتو زينب خلينا نبدأ من البداية حامد وصلاح هما الاثنين ولدتيهم و... ومصابين بالفشل الكلوي ما ولدتيهم ولا جاهم بعد عمر معين لا جاهم بعد عمر معين والله صلاح يعني قرأ في الإمام الهادي أربع سنة قراهم لحد يتخرج من الجامعة؟ لحد ما يتخرج من الجامعة، بعد ما يتخرج من الجامعة جاءه الفشل الكلوي. غسل أربع سنة يا هو توفى يوم واحد واحد. ربنا يرحمه. والله آمين يا وال... رب والبنوتة؟ البنوتة, البنوتة من هي صغيرة. جاها الحالة النفسية. اها. يعني كانت من سنتين ما كملت قراية. ما قال ما كمل القراية. هسا كمان اول ما يشيل لك كتاب ولا كراس بتسحج عشان كده خليناها يعني ما بعد تقرا انت وهي بتتعالجوا في قلت في مستشفى وين؟ عن علي بلدو اه عن علي بلدو اه تمشي كله كم؟ والله كله بعد شهرين او بعد شهر هاني هاني في الاسبوع مرتين بغسل الكلى مرتين؟ اه المستشفى. الخميس والوالدين الخميس والاثنين بغسل يعني تعبانين تعب شديد انا بس ما دايره حاجه منكم الا تشوفوا له طريقه يزرع الكلى يا ولاد الله يفتح عليكم انا في كل اوقاتي بدعو اقول يجي يجينا ناس خيريين ناس ذو قلوب رحيمه ينجو هاني من الغسيل زي ما سمعتوا القصه يعني خالته زينب عند ثلاثة من الأبناء ولدين وبيت الولد الأول لحد ما خرج الجامعة وصيب بالفشل الكلوي وكان بيغسل كله لمدة أربع سنوات ورحل في بداية العام ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله البيت مع خواتيم المرحلة الدراسية الأساسية أصيبت بمرض نفسي وتتعالج شيء وأمها كل شهر في المستشفى وهاني الولد المتبقي ما زال بيغسل كل أكثر من عشرين سنة وعنده قصة إنسانية فيها قيمة من التسامح والإيثار وتفضيل الآخر على الذات ويقولوا دائما فاقد الشيء لا يعطيه ولكن أحيانا فاقد الشيء يعطيه وبكثرة لأنه أكثر الناس معرفة بقيمة الشيء المفقود هاني أهل الخير جمعوا له 42 ألف دولار في العام 2010 عشان يمشي القاهرة ويقوم بعملية زرع كلى لأنه لسه المتبرع ما كان جاهز فقال لي أرجع فقام شال قروشه وأمن لي زول وللأسف الزول الآخر اتصرف في القروش اتسجن في سجن الهدى لمدة سنتين سبحان الله دارت الأيام ولفت وأقدار الله كانت حاضرة أصيب ذات الشخص بمرض الفشل الكلوي وقام رد لهاني مبلغ 50 ألف من المبلغ الكلي، وهاني لما مشى السجن وشاف حالة الزول الشال منه القروش، قال أنا شفت حالته إنه حالته أصعب مني فعفيت له المبلغ أو متبقي متبق المبلغ، فشوفوا لياتو درجة الناس بتؤثر على غيره، يعني إذا كان الزول قادر يدي من ماله من وقته من مجهوده فانا اعتقد هاني قدم من صحته للطرف الاخر ايثارا من نفسه للاخرين ودي قصه انسانيه نستفيد منها ونحن في ايام مباركه وفي الشهر الكريم ونعرف ليات درجه الانسان المفروض يكون متسامح مع نفسه ومتسامح مع الناس الثانيين وقيمه العطاء يعني هاني لم يكن يملك من الحياه الا المبلغ المالي المفروض يعني به ولما الزول الثاني شال القروش هاني مشى شاف حالته الصحية قال أنا شفت حالتي أصعب مني فعفيت له باقي المبلغ عشان تعرفوا قيمة الإيثار ونحن في أيام مباركات في شهر رمضان قيمة إيثار النفس وكيف الزول بفضي زول تاني على حساب صحته مع إنه هو أحوج بالمال اللي كان ممكن يخليه للطرف الآخر بقصة إنسانية على قدر ما فيها من صمود وأسى وحزن وألم اللي إنه فيها قيمة فضيلة قيمة إيثار النفس خلونا نكمل مع خالته زينب بقية القصة ال وهي قالت عندها أمنية وحيدة إنه هاني يشفى من مرض الفشل الكلوي ويتم له تتم له عملية الزراعة ودي دعوته الثابتة عن كل صلاة خالته زينب نعم ولدي هل جوكم أي متبرعين او ناس خير عشان يساعدوكم في عملية زراعة الكلى دي بعد ما المبلغ راح منكم جمعتوه لا لا ما في زول جار تاني طيب هو هسي لو كم سنة بالضبط مما بدأ غسيل واحد 21 سنة 21 سنة واحد في الأسبوع لا. بغسل مرتين الأسبوع بغسل مرتين الاثنين والخميس بتكلفوا كم كل غسلة؟ والله 8 مليون الغسلة الواحدة؟ الغسلة الواحدة في الاسبوع ثمانية نقول الحمد لله يا ولدي نقول الحمد لله الركش المواصلات والركش اللي بيجيبوا هو بيمشي بالمواصلات من هنا يتعب والله بيتعب في الغسيل بقى يتعب تعب شديد كل مرة يجيه هبوط يغسل ساحتين يا غسل ساعتين يا ساعتين ونص يجي يتعب والموية محدد طبعا ستة كبابي في اليوم موية مفروض يشربها؟ عصير ان كان عصير ان كان موية ان كان لبن ستة كباب بتاع شاي بس محدد الله بتعب تعب شديد يا ولدي وهو اللي بيدعمكم منو هسه عشان تجيبوا المبلغ ده كله اسبوع حامد ها. شغال حاجة او هاني شغال حاجة؟ لا ما شغال والله ما شغال اللي بيدعمكم منو في موضوع العلاج كل اسبوع؟ أخوه أخوه الأصغر من البناية دي شغال في السكيورتي سكيورتي آه شغال سكيورتي أها فشغال اللي بيديكم القروش آي آه. طيب قالوا ليه العملية بتاعة الزراعة بتكلف كم؟ 35 ألف دولار 35 ألف دولار آي آه. وما قدرتوا توفروا المبلغ؟ ما قدرنا والله يا ولدي ونحن كمان يعني أخوه ده اعمل فحوصات معاهم والانسجة ما طابقت عشان, عشان الاسرة عشان عليهم عشان يتبرع عليهم. الاسرة طبعا كلنا عندنا الفشل الكلوي اختي كانت عندها اولاد الثلاثة توفوا بالفشل الكلوي وهي ذات توفت بالفشل الكلوي يعني في الاسرة في عندنا وراثي عن الفشل الكلوي هو يا ولدي هو بيغسل مرات بيتعب تعب شديد في الغسيل يعني مرات هو اصله اربع ساعات في الأسبوع في الغسيل في الأسبوع مرتين وهسه يعني مرات بيتعب تعب شديد بيغسلوليش ساعتين بس يجي هنا تاني يشرب مويه يتورم ويتعب والله بياخد علاج معين ولا هنا غسيل بس؟ لا بيأخذ علاجات كالسيوم و وتاني حبوب فيتامين العلاجات دي بيشتريها كله كم؟ كله شهر كله شهر؟ طيب اللي بيشتغل غير ولدك الصغير منو مع في البيت يعني؟ ما في زول والله براوة شغال وبراوة شغال عليكم في البيت وفي نفس الوقت بيطلع قروش العلاج حقك وحق بنتك وحق هاني ايوه طيب ممكن بيعرف حاجة معينة شغل معين يقدر يعمل لكم مشروع الدكان اللي كان شغال فيه منو؟ كان شغال فيه هاني كان شغال فيه هاني هم. يعني هاني عنده فكرة في التجارة آه، أخذ زي سنة كده وبقينا نشيل منه في البيت مصاريف و... ويشيله هو ذاته يمشي بالغسيل يعني الدكان انتهى يعني قفله بيعرف يشتغل حاجة غير شغل التجارة ده هو أو بيقدر؟ لا ما بيقدر والله هسه هو والله يعني من شدة ما تعبان لحد هنا المواصلات مرات بيقعد كم مرة في الطريق لحد ما يصل المواصلات هسه عليه كم سنة بس يجي من الغسيل يخش البيت تاني ما بيطلع ما بيقدر يا ولدي تعبان تعب شديد والله دي القصة والحكاية زي ما سمعتوها من خالته زينب من بداياتها إلى نهاياتها لكل الخيرين ورجال الخير في كل مكان في العالم وفي السودان تحديدا اللي حابين يدعموا حالة خالته زينب وأولاده ويحققوا له أمنيتها بعلاج هاني ولده واصلوا مع إدارة البرنامج وحيوصلوكم اليوم لحد البيت تشوفوهم بنفسهم وتجيفوا على الوضع خالتو زينب ده مبلغ مالي بسيط هدية مقدمينه لك من غناة الشروب ان شاء الله جزاكم الله كل خير كل سنه وانتم طيبين تصوموا وتفطروا على خير يا اولادي يا رب العالمين يا رب العرش العظيم اللهم امين المبلغ ده ان شاء الله يساعدك في انه تفتحي مشروع لهاني او تعملي اي تجاره بسيطه تقدري من خلاله توفر قروش المواصلات وقروش العلاج الكل اسبوع قروش الغسيل الكل اسبوع دي ان شاء الله كمان المشروع يكبر شويه شويه يساعدكم في انه تعيشوا حياه افضل جزاكم الله كل خير وكل سنة وانتم طيبين يا رب العالمين يا رب العرش العظيم شكرا كل سنة وانتم طيبين وسالمين يا, يا, رب العالمين يا أولادي. اللهم امين نهاية حلقة اليوم مع كل الود والتقدير لخالته زينب واولادها مع تمنياتنا اليوم بالشفاء العاجل مع كل الود والتقدير لكل المشاهدين ولكل رجال الخير الحاذبين على تقديم آه عمل الخير في الشهر الفضيل كل الود والتقدير نهاية حلقة اليوم نلتقي في حلقة جديدة في امان الله